سألون يسأل عن حكم أخذ المال مقابل السب والشتم. بهذا حكمت الجلسة العرفية، يعني التعزير بالمال، شخص أهان شخصا ونال منه وسبه وشتمه فقضت لجنة عرفية على السب والشتام بمال. ما لم يكن حدا من حدود الله، يعني إذا قال لشخص مثلا يا ابن كذا اتهمه بالزنا واتهم أمه وأباه بالزنا، لا يجوز، لأن هذه لها حكم من الله واضح. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ولكن ما دون ذلك فالتعزير بالمال جائز أحيانا وعليه أدلة. تعزير بالمال جائز، وقد صنف أحد إخواننا من طلبة العلم رسالة في هذا الصدد، الأخ عمرو شومان حفظه الله، رسالة طيبة في التعزير بالمال.